ازيك شباب؟ جديد فادي تيوب جيمنج. النهارده هنلعب معاكم لعبه فري فاير. تعالوا يلا ندخل نبدا دلوقتي. بس ما تنسوناش بقى قبل ما نبدا، ما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. طبعا كلنا عارفين فري فاير، عشان كده انا قلت العبها النهارده، كده العب شويه منها. اصلا راح دلوقتي. يلا بينا، جاهزين شباب؟ يلا ندخل. ايه مكتوب وراه؟ بويا بويا كاتشا. يلا بينا. نعم يلا، انا متحمس يا شباب ان انا هدخل دلوقتي. يلا 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 يلا. يا نهار اسود، انا اقعد ساعتين ولا ايه؟ يلا اخيرا دخلنا. اوه في سلاحين هنا ناخد، انا بحب الاكتر ده. يلا بينا يلا بينا. جاهزين؟ يلا بينا. ادي يا شباب يلا اهو هندخل دلوقتي. وادي اهو دخلنا. يلا حمام، انا خايف، انا كنت متحمس دلوقتي بقيت خايف. ننزل هنا. ننزل فين؟ انا تعرفوا الحتة اللي هناك دي؟ انا رسول، لا اكيد فيها ناس كتير. بس يلا قدهم. تسريع تسريع، يلا عايزين ننزل بسرعة، ناخد اي مسدس او اي حتى قنبلة واحدة حتى، بس المهم ناخد أي حاجة بس ندفع بيها عن نفسه. يلا، وشايفين واد نزل. الله، ده لم ده لم، ما هو لحق يلم. نقتل اللي هناك ده ولا لا؟ يلا هو ده في خناقة. لا تعالوا نسيبه. الطائرة تقترب، عايزين بس نجمع اي حاجة. اوه شفتوا اللي هناك اللي على السمين ده؟ عايز اوه ده في واحد ورايا، واحد ورايا اهو. فينو فينو؟ اهو تعالى. ايه ده من اولها كده؟ طب لا يا شباب، تعالوا ندخل كمان دور. يلا يا شباب اهو كمان هنبدا دور. طبعا نقفز، تعالوا نشوف الخريطه فين. نقفز عن البيت. تقريبا هو طبعا مش نازل عند البيك، لا احنا هننزل منطقتنا هنا ونحاول احنا نروح عند البيك اللي احنا عايزينه طبعا. اوه شايف اهو، بص المنطقة اللي تحتية بالظبط فيها اسلحة. انزل افتح المجلة. انزل بسرعة انزل بسرعة انزل بسرعة. انزل ايه ده، المنطقة هنا متكسرة كده. اوه في موتوسيكل هناك اهو، ننزل ناخده بسرعة. بس الأول ناخد بس ال انزل. اوه بصوا الاتنين اللي رايحين هناك دول، نحاول بس احنا ناخد. خد يلا خد أي حاجة، يلا خد خد ده. ايه ده مين؟ لا اوعى تاكل المسد، اوعى تاكل الموتوسيكل. الموتوسيكل ده بتاعنا يا حبيبي. انا شفت اهو جدعان واحد هناك اهو. اوه بس هتقول لسه عايشة. ياه لسه عايشة.
طب كمان 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 كمان. لا ما جاتش فيها. طب نستناها تجري. موتي بقى وهتقولي انها لسه عايشة. يا لهوي دي لسه عايشة، دي ما بتموتش يا جدعان. نحن مش معانا أسلحة أساسا. عايزين نروح كده أي بيت. تعالوا نروح اللي هناك دول، نجيب من أي سلاح نشوفه. يلا مفيش حاجة. الحمد لله بس كده احنا لقينا حبة حاجات. ده لسه حاجات كمان دي. بس نواجه بقى، دور بقى، دور 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 دور. يلا طب نركب الموتوسيكل نمشي كده. فاضل لسه 34 واحد. يلا عايزين ايه ده؟ علق في تحت حد. لا من هنا مش شايف اي حد اهو. طب اضرب طلقة كده في الهواء. ده بيضرب 3 طلقات مع بعض لازم. ما عملتش اللي انا قلته مش هعمل. ادي يلا بس كده. الله عليك يا فادي. ناخد بقى نشوف معاه ايه. الله الله الله. انا بسد على كل ده حال حلو اوي. كده نعمل حماية، نزود شوية. بس انا كده طاقتي اتملت شوية. يا لهوي بقالنا ايه ده؟ في حد. ايه ده؟ مين سلم نفسك؟ مين اللي ضربني؟ انا حاسس انه هنا. لا مش هنا. فين اهو ورا. لا بقى انت هتهزر. ايوه اهو لقيتك مجرم. هاي تيجي وريني بقى معاك ايه. ايوه كل يلا ايتو ايتو كل ايتو كل ايتو ايتو. بس سيبك كده. بس قعدنا تحميل قوتي اللي انا فاضل 23 واحد بس. حلو اوي كده. انا معايا 7 اسعاف عشان اي حد كده ابقى اكسب بقى. ده كده هتبقى غريبة اوي لو خسرت. يلا يا شباب. في حد عمال يضربني. شفتك حبيبي. بس فاضل 18 واحد. شفت واحد شفت واحد. بس فاضل 17. عايزين نكسب. احنا معانا بخاخة. حلوة وخلاها بعدين. بس كده نعمل اخر حماية نكون اكننا لسه نازلين جداد ولا متنا ولا نص مرة.
في حد عمال، في حد بيضربني، في حد بيضربني، مين بيضربني؟ طب اذا شباب انا فرغت ازعل بكل فيديو، بس انا شباب اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، والى اللقاء.